بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعمل مع بعض النهاردة في الحلقة دي ازاي نعمل برنامج يجمع رقمين بس البيانات هتتقري من ملف وهتتكتب وتطبع في ملف تاني. فخطوة رقم واحد، طبعا انا بيكون عندي الفولدر بتاعي، بعمل رايت كليك واعمل نيو واعمل تكست دوكيمنت وهسمي الملف ان دوت تكست. مش شرط تسميه ان دوت تكست، سميه اي حاجة. هدوس دبل كليك عشان افتح الملف وهكتب عندي هنا الرقمين 2 و3، بعد كده ادوس كلوز وادوس حفظ. بعد كده هفتح برنامج الجافا باستخدام التكست باد او اي اديتور كويس، وهكتب طبعا الديباجة بتاعت البرنامج. واول حاجة هقول له هنا import java.utility.scanner، و هعمل اوبجكت من سكانر. اول حاجه هعمل تراي، تمام، واعمل كاتش اكسبشن، واحط لازم القوسين، واكتب الامر بتاع برنت رايتر بي دبليو بتساوي نيو برنت رايتر نيو فايل اوتبوت ستريم اوت دوت تكست. هل اوت دوت تكست انا ما بصنعوش، هو بيتصنع لوحده. سكانر اس بتساوي نيو سكانر نيو فايل انبوت ستريم ان دوت تكست، و هعمل هنا امبورت جافا دوت اي او دوت اول. هاجي بعد كده اقول له انتجر اكس بتساوي اس دوت نيكست انتجر، انتجر واي بتساوي اس دوت نيكست انتجر، انتجر زد بتساوي اس دوت نيكست. لا، هنا مش هقرا الحقيقه، هنا هقول له اكس زائد واي. بعد كده عايز اطبع بقى، اقول له بي دبليو دوت برنت لين ذا سام از زائد زد. الحقيقة ما تنساش في اخر امرين ان انت تقول له بي دبليو دوت كلوز، وتقول له اس دوت كلوز عشان تحرر الستريم من ان هو ايه يكون حد ماسكه او كده. طيب هعمل سيف حفظ للبرنامج. بعد كده لازم اعمل كومبايل، هلاقي اداني كومبايل سكسسفولي. بعد كده هاجي اعمل الباتش ارن، طبعا اوتوماتيك وانا برن هيديني الاوتبوت هنا اوت دوت تكست. لو جيت فتحته هلاقي ذا سام اس 5. الميزه في ايه بقى؟ الميزه ان انا لو غيرت المدخلات، خليت مثلا مدخلات 3 و5 وعملت حفظ وجيت ارن على طول، تمام، في الرن بتاعي في الاوت هيطلع ذا سام اس 8. يبقى اذا انا بغير المدخلات، بعمل اكسكيوت رن، بيطلع المجموع على طول. ده كان برنامج بيعلمنا ازاي نكتب بياناتنا في ملف ونقرا بياناتنا من ملف ونطبع بياناتنا على ملف اخر. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وشكرا والى اللقاء.